الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بعد ما استمتعنا بالفقرات الحوارية مع كابتن الزميل العزيز كابتن عمر ربيع ياسين وضيوف الكرام الأستاذ عصام شلتوت والكابتن محمد اليماني والحديث عن كرة القدم، نروح للألعاب الأخرى والألعاب الأخرى في النادي الأهلي وأخبار الألعاب الأخرى. هنبدأ بأول خبر النهاردة وهو خبر عن كرة السلة بالنادي الأهلي وكابتن إبراهيم الجمال. كابتن إبراهيم الجمال مصاب من ساعة من قبل ماتش السوبر، وكابتن إبراهيم مصاب بدأ في تدريباته العلاجية. اهتمام كبير من نجم من نجوم الفريق كابتن إبراهيم الجمال، كل الفريق الطبي على طول كشف دوري عليه، بيخش تدريبات جوه الجيم عشان كابتن إبراهيم الجمال حد من أهم لاعبي النادي الأهلي في الفريق. ولسه عندنا ماتشات مهمة جدا داخلين عليها، دوري السوبر اللي هيلعب بكرة إن شاء الله مع نادي قناة السويس، اللي احنا إن شاء الله دوري السوبر ده عبارة عن 16 فريق من 1 ل 16 ترتبه من دوري المرتبط، ومن أول للسادس هيبتدي يلعبوا، من أول 16 هيبتدي يلعبوا بعض وهكذا وهكذا لغاية ما يخش للمرحلة الجديدة. كل أمنياتنا الطيبة إن شاء الله بإذن الله الكابتن إبراهيم الجمال بالعودة سريعا إلى ملاعب النادي الأهلي. هنروح لتاني خبر وهو خبر عن استعداد فريق الكرة الطايرة بالنادي الأهلي لمسابقة كاس مصر. مسابقة كاس مصر هنقابل دلفي إن شاء الله يوم الاثنين الجاي. كان كابتن ميدو مصلحي إدى يومين راحة للفريق امبارح وأول امبارح علشان يستعيدوا مرة تانية بعد مباراة بني سويف والانتهاء من الدور الأول في المرحلة الأولى للدوري العام، وداخلين على كاس مصر. كاس مصر مسابقه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، هو حامل لقبها الموسم الماضي، وان شاء الله باذن الله كل الامنيات الطيبه ببدايه قويه جدا لفريق الطايره بالنادي الاهلي. هنروح للخبر الاهم عندنا وهو بدايه النزول نيكولا ماركوفيتش السلوفيني للمدير الفني الجديد للنادي الاهلي لكره اليد. عمل اجتماع مهم جدا مع كابتن عمر شوقي وكابتن محمد عادل المدرب العام، قعد يتكلموا على خريطه للمرحله اللي جايه. احنا عندنا دوري اليد هيبدا يوم 7/2 لان فريق كره اليد او منتخب مصر مسافر الى كاس العالم في المانيا والدنمارك، فالخريطه قدامه تقريبا اكتر من النهارده في اول يناير، يعني قدامه تقريبا 5 أسابيع بيعملوا خطه طويله شويه. الراجل اتعرف خد تقرير من كابتن عمر وكابتن محمد عادل عن الوضع اللي جاي، يعني شكل المسابقات المصريه والشكل للبطولات الافريقيه، ماتش السوبر واللي هيقام ان شاء الله في ابريل الجاي على طول، وبطوله افريقيا للكؤوس اللي هتقام ان شاء الله في المغرب. الراجل قاعد معاهم وحاطط خريطه ان شاء الله نتمنى منه يعني يكون على قد وقدر طموح جماهير النادي الاهلي وباذن الله يحقق ويكمل مسيره النجاحات اللي كانت قبل كده موجوده في النادي الاهلي لكره اليد. هنروح لاخر خبر عن رواد التنس. العميد خالد مرسي مدير فرع نادي الجزيره اهلي الجزيره وكابتن عمرو الهمشري والكابتن ياسر عبد العال حضروا حفل تكريم لرواد التنس. رواد التنس في بطوله سنويه بتتعمل في النادي الاهلي الرجال من مرحله من 35 سنه ل 65 سنه، اما السيدات من 35 سنه ل 55 سنه. خلينا نخرج التقرير عشان نشوف ايه اللي حصل مع رواد التنس والبطوله الجميله اللي النادي الاهلي بتقام تحت الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، وترجعوا لنا نستقبل ضيوفنا الكرام كابتن حنان عيد، كابتن مي نصر، وكابتن كريم ابو الخير مدربين نادي الاهلي في كره اليد. هنشوف عملوا ايه ولسه المسيره عندهم شكلها ازاي، ونفتح حوار في كره اليد. تقرير وترجعوا له مره ثانيه.